السلام عليكم اسره كانت تعاني الفقر قبل الحرب فالزوج يعاني نقصا في النظر وحرمانا من التعليم والزوجه كانت تعاني اثار حرمانها من التعليم ويعيشون على حافه الجوع الى ان جاءت الحرب فالقتهم في هاويه من المتاعب اولها النزوح وليس لها اخر بسام بس ثابت سعيد يحكي معاناة أسرته في زمن الحرب نتابع حكايته في الفيلم التالي ومن ثم نعود نحن نازحين من الصلو بداية الحرب أول حاجة كنا بتعيز فكنت ما أشتغل مع واحد كان معه حر روتي وفرش روتي قلت أطلب الله ثاني من ثم بعد الحرب بالصل كان قلت طبعا هنا بالصل طلعته هون عندي اصلا زوجي كان هنا يشتغل بعدها لما كان معاه الدكان دخل رجع زوجي اشتروا منه شراء ب ألف هذا الدكان الفرش ذيك حقه والميز بس طلع بعد لما جلس يشتغل بسنتين كمل زوجي لما قرح الحرب بعدها كان ما يقدرش مثلا يوفر لنا إيجار ولا مصاريف، رجعت بعدها بعتوا الذهب حقي واشتري ذيك الفراشات ثنتين ثلاجات كمان والباقي اشترينا بضاعة الذهب هذاك حقي، لا كان يعني هذوك كنا كذا نطلب نشتغل مع الناس. نسبة كذا كنا مع الناس الله والله من حجار بمعامل كنت أشتغل كح تطلع حجار الناس الآن الحرب هذا ما عاد الناس عاد ولا نعمل أي حاجة أقف الحرب هذا ضدنا أنا ما عقد سدفع لا إيجارات ولا أي قدر نشتغل ولا استأجرنا غرفة أو نبت عز استأجرنا غرفة ونبت عز بعد ما عقد الناس الآن كان معي كذا قرية ضمار مع الإيجاد كذا مع الحرب مع هذا مع يعني فلسنا الآن أنا يعني أنا ما أشعر شعاد ولا أي شغلة ثاني من الثانية أنا النظري قرية ركيك ما أعرف أشتغل بمكان إلا معي هو دخل رزقي حقر الآن ما دمنا مع كذا مع ذاك الشغل ما فيش وقال الشغل أنا أقول لك فلسوا كنت تدين بياس حق الناس حق التجار عاد هذا الان ذاك الفواتير حق التجار كلنا عاد تخلصونا بياس كنت ما اقدرش عاد كان من اللمار من اللمار. مع الحاجات اللي ما غلينا المواد الغذائيه خلاص كنا بعدنا نص والله من الضمار من الضمار الان فلستوا. ما عاد معي الان ما متخرج طبعا عاد الان مدين حق الناس البياس عاد الان عاد الناس سالنا بياس بعدين غنقول لك لما بعد قال المنظمه هذه حق الروتي قال سنه ندير الناس روتي بلاش ما كانش ذوق يبيع روتي رجع كان يبيع من هذيك البضاعه اللي هي بضاعه غنقول لك الضمر قليل كان ما يكفيش رجع يبيع بعدا كان يلقى يبيع الضمان يبيع مثلا من الضمر هذاك يبيعه الحاجات عندي ايجار نتصرف منه لما نكمل الايجار المحال اجل المحال من 12 ستة 16 16 ألف أنا ما نقدرش ندبر هذه والله ما نقدر ندبر عليه إيجارات حق ربع شهور ما نقدرش الآن ما مع المول البقالة فضاء ما نقدرش ندبر على إيجارات ولا كل سعر كل وكل سعر الصايح هو كل سعر للصايحنة أصحاب الإيجارات دحين أنا خرجت أشتغل بمدرسة كنت مثلا أوفر الإيجارات كانوا يدولونك عشرة وهناك 15 الآن اشتغلت بجامعة العطف الراشة لي بمثل خمسة وعشرين الف أدفع مني بالمثل إيجار البيت والباقي مصروف العيال متكفيش الآن وقفونا مع المرض هذا مدة ثلاثة أشهر من غير معاش من غير أي حاجة زوجي كمان ما له شغل لأنه نظرة ركيك جانب إنه ما درس ما تعلمش ما حصلش أي شغل ولا يعرف يشتغل بالأفلام لأنه نظرة ركيك لحن يحتاج إلى مساعدة وحيساعده بالمثل للدكان ما معانا إلا هو ذا دخله. الحين كل ما جيتوني بمثل أضمره السلة من أخوتي السلة من وين بني أخي أضمر الدكان هي قليل ما تكفيش تضيع بعدها لما كان والدي الصغار كانوا يخرجوا لدق السيارات ابن الصدع فافتتحها بعدها قرق لونا ونقل السوق رحلة شهرين ما قدرت شيء بالدكان الدكان لأنه كان لك معي اثنين أطفال كان هذا ابني الكبير يخرج والصدام مرة مره مره علي عليه من زي مي زوجي كان يطلب الله كانت نفس الدكان زاقين فلت فضا ونا راسه الدق هدق اخيط له بعد قلت لي زوجي استاق حتى غرفه وهي ما لنا من السيارات من الحار من اي حاجه بعدين نقلت له تحت وانا ثلاث معي غرفه كان بعشرة ألف جلست ثلاثة أشهر خرجت بعد منه علمت لي بعد كان والدي زعم بسيء اذني يصيح ويدقوا علمتني بذي بدي البيت وين قلت الان لو وصلت لي دحين تقريبا مثلا سن جالس وسط الغرفه انت أنت ترى وضعنا تشوف كيف قرات بعينك قال ابني بعض الحين ما اقدرش اوفر الغاز عمل اللي منزل بالعصر هذا سرندي السود واعمل بهن قال بقى نقول لك المصاريف هذا بعض احيانا كان يجي هم على شهر الثلاثه انا حصل كان سله دحين معي بوش ندلنا بالسلة الدقيق ابيع مثلا كبيراني واشتري لي مثلا الزغر الزغار يعني على صعوبة عيالي مثلا يكونوا خرصن دالحين يصيروا والله انهم حافيين والحمد لله على كل حال واني والله انني اخرج غصبا عني وسيبهن عند او ما ذبت اللي هون وتعذبني وهون لو انت ترى كيف اني يعني معذبة هون احجر هون واصير اجلس هناك من الصبح العصر وحده علشان اوفر لهم لقمة العيش الحلال دحين لحد تو انا ما قدرناش لين زوجي كان يقول لك ما يعرف ليش يشتغل لا ذاك الشيء دحين داعم للدكان حقنا علشان يقدر يوفر لنا لقمه العيش ويدفع ايجار الناس لانه عدد الزق اخرنا تاخرنا بالايجار به في البناء اكثر بهدلنا من الشارع والله ان احنا قاعدين قعقع والدين بعض الحين القدوب والعشاء بعض الحين لما نرضوا ما حق العلاج بعض الحين والله انه يصيروا حافيين يخوروا بمثل حتى حبه والله العظيم مني. احنا بعض الحين كل روتي وشاي روتي وشاي روتي بعد الحين ما حصل شيء والحمد لله قبل الحبل الحمد لله كنا مستورين كنا ندفع ايجار ناكل نشرب يعني ساتر الحال مش زي ما الان الان توهدرنا اكثر واكثر تمنيت توقف الحال نتمنى تلقي زوجي حتى شغل حتى يحصل 1500 بشيوم اللي يكفينا بالمثل ايجار تكفينا لقمه العيش ولا أشتي زياده حتى لان عن تبحثنا نقولك لك زوكي لك ما يقدرش يشتغل لان نظره راه ما تعلم يتمنى انه واحد مثلا يشتي دعم للدكان هذا على اساس يقدر يوفر لنا ايجاره لقمه العيش نستر الحال ما انا غير زياده ولا معانا كنقول لك طاقه شمسيه معينة اللي حبه من وحده حصلتي واشتريت دي البطاريه الان قهي خارب البطاريه بعض الحين ضلنا نجلس بغدره بقدره اللي صغيره كمينه 30 بحنت غيبتي لي سقف الجرنادون منع أنا. أنا معنا تلفزيون والدي والله العظيم قايلوا تضاربوا لما يدخلوا ما فيش تلفزيون لو كان في تلفزيون بس يكونوا يتفرقوا له يكونوا يتسلوا ويلعبوا ويقصوا داخل لكن داخل كل ساعه تحت سياره هذا لي وهذا يسب لي وهذا والديك بالشارع ما يشوفوش يقروا داخل ولا ما يرجعوا لقينا اوعياء ساعه عند الصحانات ساعه عند هذي يلعبوا ما حتى لعبه لو كان كي في تلفزيون هيقصوا يتفرقوا طاقه شمسيه بطاريه نظاوه بسبب الحرب تهدو هدرنا اكثر واكثر نقول لك أننا نحن شويه تعالى ما نحنش من نتمرج اقول لك اغنيه ولا يعني كنا احسن من الوضع كنت ما اشتغلش لانني كنت اضطريت انني اشتي اندي لعيالي لقمه العيش لأني هي 25 يجيبوا لي ولا تقي حاجه وادي أيوة زاد نقول لك وقفها الان ما عاد نشتغلش الان الحمد لله على كل حال حرمت هذه الاسره من حقها في التعليم ثم حرم زوج هذه المراه من حقه في العلاج المجاني للحفاظ على نظره ثم حرموا من حقهم في الادماج في المجتمع والتعليم المتاخر ومحو الاميه والسكن هذه الاسره نموذج واحد لملايين الاسر اليمنيه المحرومه من كل حقوقها الانسانيه والذين يعيشون الحياة حلقات من الصراع المستمر مع الحرب والفقر والامراض والخسائر التي لا تتوقف. مشاهدينا الكرام حقوق الانسان في ظل الحرب وتعطيل المؤسسات الضامنة للحقوق موضوع حديثنا مع المحامي عمر الحميري ينضم الينا من مدينه تعز. مرحبا بك معنا سيد عمر. في وقت الازمات والحروب كيف ضمن القانون لهذه الاسر التي تعاني الفقر وضعيفه على المستوى مستوى التعليم كيف ضمن القانون حقوقهم وبالتالي توفير ادنى متطلبات الحياه لهم بسم الله الرحمن الرحيم التشريعات اليمنيه بدءا بالدستور ومرورا بالقوانين جميعها يعني نصت تستندت على ان الدوله هي الضامن وهي الراعي وهي الجهه المسؤوله عن ضمان الحاجات الاساسيه للمواطنين والسكان وهم رعاياها باعتبارها المسؤوله عن حياتهم عن توفير الحياه الكريمه عن ضمان توفير خدمات عن عن الكثير من المسؤوليات التي ينص عليها الدستور اليمني وتنص عليها القوانين والتشريعات وبالتالي فإن القانون اليمني أسند إلى الدولة وإلى المؤسسات الحكومية مسؤولية كبيرة تجاه المواطن بأن هذا هو التزام الدولة من جانبها بالنسبة للعقد الاجتماعي الذي ينص عليها القانون بين المواطن من جهة وبين الدولة وبالتالي فإن مسؤولية الدولة إضافة إلى توفير الخدمات أيضا تقوم برعاية الأسر والحالات الضعيفة وفي الحالات وفي أيضا المراحل والجوائح والأزمات والصعاب تكون الدولة هي المسؤولة الأول وهي الراعية وهي الضامنة وهي الملتزمة قانونا ودستورا بتوفير احتياجات المواطنين واحتياجات الأسر وخاصة الفئات الضعيفة مه. إذا كيف يمكن فهم استمرار هذه الأسر في معاناتها وبالتالي استمرار الانتهاكات بحقها وتركها للمجهول؟ في الواقع أن الالتزامات القانونية والدستورية التي تنص عليها التشريعات اليمنيه في كثير منها هي حبر على ورق وللأسف أن الدولة اليمنية أخلّت بالكثير من التزاماتها ومن مسؤوليتها آه هذه, الإخلال هذه الاخلالات وهذه هذا التقصير الذي ارتكبته الحكومات والسلطات اليمنية على الفترات الماضية وخاصة في فترات الأزمات التي تمتد خلال فترة العشر السنوات الماضية وبالأخص الخمس السنوات منذ اندلاع الحرب هناك تقصير كبير من الجانب الحكومي من جانب السلطات من جانب المؤسسات وهناك أيضا مبررات تسوقها السلطات بأن هناك انعدام وأن هناك ظروف صعبة وأن هذه حالة استثنائية وأنه لا توجد موارد وبالتالي فإن التقصير يتم التبرير له لكن هذه المبررات غير كافية لأن هناك التزام أساسي وهناك نشاهد أيضا عدم توازن في إدارة الدولة لمواردها والالتزاماتها وهناك تقصير وإجحاف في هذا الجانب وهو اهمال متعمد وبالتالي عندما نرى ان مثلا مؤسسات الضمان الاجتماعي التامينات الاجتماعيه التي هي مسؤوله عن توفير الضمان الاجتماعي للاسر والحالات الضعيفه والمهمشه والفئات التي الغير قادره على الحياه الكريمه على توفير الحياه الكريمه لنفسها فان الدوله كانت في الاساس ومنذ القدم يعني منذ حتى عشرات السنين منذ نشاه هذه المؤسسه لم تقدم الالتزام الحقيقي والكامل ولم تقدم لهذه الاسر ما يكفيها ويحفظ كرامتها ويكفي حاجتها ويصونها من ذل السؤال ومن ذل المهانه بالتالي فان التقصير كبير سواء كان في فتره الازمات او في فتره الرخاء لان هناك قصور لدى المسؤولين هناك عدم اهتمام هناك آه شهدنا أن معظم موازنات الحكومة السابقة كانت تذهب إلى الجيش إلى التسليح في فترة لم تشهد اليمن فيها أي صراعات أو أي حروب ولم تكن هناك ضرورة وبالتالي فإن هناك خلل في عقلية المسؤول اليمني وخلل في عقلية الأشخاص المديرين لهذه السلطات وبالتالي فإن القانون ضمن هذه الحقوق نعم وضمن الحياة الكريمة للمواطنين وألزم الدولة بالقيام بواجبات محددة وبنسب و وبمعايير دقيقة تضمن الحياة الكريمة لكل الناس، وخاصة من لا يستطيعون توفير الحياة الكريمة لأنفسهم، ولكن الإخلال كان إخلالاً من قبل الإدارة ومن قبل الأشخاص، وبالتالي فإن الإخلال والتقصير ليس تقصيراً تشريعياً وإنما تقصيراً إدارياً وتنفيذياً من قبل الجهات المسؤولة. نعم، بالتالي كيف يمكن محاسبتهم ومعاقبتهم على هذا التقصير، وأيضاً تسببهم باستمرار معاناة هذه الفئات الضعيفة؟ المسؤوليات الاداريه هناك مسؤوليه تقصيريه اذا اذا كانت اذا كنا نعتبر ان الحياه الصعبه امتحان كرامه المواطنين و تشردهم وضياع حقوقهم هو في الناتج في الاساس ناتج لتقصير اداري وبالتالي فان المسؤوليه مسؤوليه اداريه بالمقام الاول يجب على الفئات والنخب والمؤسسات المدنيه التي شرع القانون والتي تهتم بحقوق الانسان ان تلتفت الى هذا الجانب لان هناك ايضا الكثير من المعاناه ينتج عن هذا التقصير وعن هذا الاهمال الذي تقوم به الدوله وبالتالي يجب رفع قضايا ودعاوى اداريه ضد المقصرين والمخلين بالتزاماتهم القانونيه ويجب اعاده القطار الى سكته الحقيقيه من حيث اجبار الدوله واجبار المسؤولين ولو من ناحيه اخلاقيه ولو من جانب قضائي وقانوني برفع دعوى قضائية لإجبارهم على توفير هذه الالتزامات لأن هناك بالفعل موارد هناك صرفيات مهولة هناك نثريات غير قانونية ولا يمكن التذرع بأن هناك انعدام في الموارد لأن هناك بالحقيقة سوء إدارة ويجب التصدي لهذه الحالة من سوء الإدارة بالتالي يمكن مواجهة هذا التقصير. من خلال دعاوى إدارية من خلال الضغط المجتمعي والإعلامي من خلال هذه الأنشطة وأيضا نشكر لقناتكم الكريمة الاهتمام لهذه الزاوية التي يغفل عنها الكثير من المهتمين بالجانب الإنساني كون هذا التقصير يفاقم ويعزز الحالة الإنسانية الصعبة لدى الكثير من فئات المجتمع الهشة والتي تعاني الكثير ويزيد من سوء أوضاعها انعدام وغياب حالات الضمان الاجتماعي التي كانت تتوفر بحدها الأدنى في السابق نعم هذه القضايا من المطالب برفعها هل من تعرض للانتهاكات ام هناك لربما منظمات مجتمعيه عليها ان تبادر برفع هذه القضايا لمحاسبه المتسببين والمتسببين باستمرار معاناه الناس بالنسبه للصفه والمصلحه في رفع هذه الدعوه هناك صفه اصليه لصاحب الشان وهو الشخص المتضرر أو أسرته وهناك أيضا صفة ومصلحة لكل مواطن يمني كون هذا الضمان الاجتماعي حق يمس كل مواطن والمصلحة القانونية التي يحميها القانون هي سواء كانت المصلحة الحتمية والمحققة والقائمة حال رفع هذه الدعاوى أو المصلحة المحتملة لأن كل مواطن معرض حالة الانهيار المالي وانهيار اسباب العيش لديه وضياع فرصه في الحياة الكريمة وبالتالي فهو مستحق لهذه لهذا الضمان الاجتماعي وبالتالي فإن كل مواطن يملك صفة أصلية وصفة احتمالية كصاحب مصلحة في رفع هذه الدعاوى وأيضا المنظمات الحقوقية تملك أيضا صفة رفع هذه الدعاوى باستنادا إلى تلك الصفة والمصلحة أيضا هناك يعني إذا نظرنا إلى قضاء الحسبة وإلى أن هناك قضايا تمس الصالح العام فإن هذه القضية من صميم قضايا الصالح العام والتي يستفيد منها العديد من المواطنين وفئات كبيرة كبيرة جدا عندما نسمع الإحصائيات التي ترصد وتسجل نسب للفئات الضعيفة والمهمشة والتي تعاني الأمرين في في اليمن فان هذه النسب تفوق النصف واحيانا توصل الى الثلثين وبالتالي فان غالبيه الشعب اليمني يحتاج الى هذه الرعايه الاجتماعيه ولكن نتيجه غياب او انعدام المسؤوليه لدى السلطات تجعل المجتمع يعزف عن حقه في المطالبه بهذا الحق الاصيل والا فيجب ان تكون الضمانات الاجتماعيه و رعاية الدولة لهذه لهذه الحقوق في صميم ميزانياتها وصرفياتها والموارد التي تحصل عليها عندما نشاهد الآن إلى جائحة كورونا في الدول المتقدمة والتي تحترم مواطنيها والتي تحترم العقد القانوني بينها وبين المواطنين فإننا نجد أن هناك دول رصدت لمواطنيها مبالغ مالية تقدم لهؤلاء المواطنين لمواجهة هذه الجائحة كونهم مستحقين لهذه الرعاية وكون هؤلاء المواطنين رعاية تضمن لهم الدولة الحياة الكريمة هناك قوانين وهناك قرارات وهناك توجهات لضمان الحياة الكريمة وفقا لظروف الساعة وظروف المرحلة ولكل مرحلة ظروفها وبالتالي فإن الدولة المحترمة والدولة التي تستحق أن تسمى دولة هي الدولة التي تصون كرامة المواطن أولا وتحافظ على حقوقه وتقوم بتوفير الالتزامات الواجبة عليها أولا نعم. ثم تقوم بحماية المواطن من الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل آخرين مه. بالتالي سيد عمر كيف يمكن تقييم أداء لربما المنظمات المحليه وبالتالي المنظمات الامميه في تقديم المساعده والعون لهذه الفئات الضعيفه في الحقيقه اننا في مرحله الحرب وجدنا ان هناك اعتماد كامل وهناك اتكال على المنظمات الانسانيه والمنظمات الاغاثيه الدوله لا تقوم بادنى مستويات الواجب الملقي على عاتقها وهناك اتكال على المنظمات الاغاثيه، هناك اتكال على منظمات تقدم الغوث، هناك اتكال على المبادرات الانسانيه والمجتمعيه، وبالتالي اصبح البديل موجودا بالنسبه للدوله، وهذه الدوله وجدت ان هذه المسؤوليه اصبح هناك من يتحملها طوعا، وبالتالي خف الضغط عليها. وهذا ما يجب ان يستمر يجب استمرار الضغط على السلطات بتوفير التزامها لان المواطن لا يكتفي بالإغاثة المقدمة من المنظمات الإنسانية والإغاثية لأن هذه أيضا الإغاثة تفتقد الكثير من الكفاية يعني تفتقد إلى معايير توزيع واحيانا لا تصل الى المناطق المنكوبه والمناطق التي تعاني الامرين والمناطق التي يصعب الوصول اليها وايضا تغفل الكثير من الحالات المستحقه وايضا الاشخاص المتعففين والذين يجدون صعوبه في السؤال وفي متابعه هذه الحقوق وايضا هذه الجوانب وهذه الانشطه هي طوعيه وهي اغاثيه وتعتبر تبرعات ولكن نطالب اساسا بالحق الاصلي وهو حق الدوله حق المواطن تجاه الدوله بتوفير الضمان الاجتماعي ولو في اقل مستوياته لان هذه المرحله يحتاج المواطن لا. الى الكيس كيس الدقيق القمح ما يسد رمقه ويمنعه من من الموت جوعا وهو قد شاهدنا الكثير لا. من الاسر والحالات الصعبه التي رصدتها عدسه قناتكم الكريمه في العديد من الحلقات هناك الكثير من الحالات الماساويه والتي تشردت بسببها اسر وانهارت ومات مواطنون وهناك حالات تفاقم وخيم ما ترصده ايضا المنظمات الصحيه والمستشفيات من حالات لسوء التغذيه الوخيم وهو انعدام التغذيه وانعدام الرعايه الصحيه وايضا يعتبر سبب اخر ومظهر اخر من نعم. مظاهر هذه المسؤوليه الغائبه التي تخلت عنها الدوله نعم اذا حاله من الاتكال طغت على الحكومه والدوله ركنت الى المنظمات كيف يمكن كما ذكرت ان نضغط على الدوله للقيام بالتزاماتها واجبارها على الحد من معاناه الناس هناك اطر قانونيه للضغط القانوني من خلال شخصيات ونخب ومواطنين وايضا منظمات حقوقيه يجب عليهم اعتقد ان هناك امكانيه لرفع دعوى اداريه في عدن باعتبارها العاصمه الاداريه للجمهوريه اليمنيه حاليا وهي العاصمه البديله المؤقته هناك امكانيه رفع دعوى اداريه ضد مؤسسه التامينات ضد الحكومه الشرعيه لتوفير هذا الواجب الضمان الاجتماعي توقف تماما ايضا حالات الرعايه الصحيه توقفت، هناك الكثير من المستشفيات الحكوميه اصبحت الان عاجزه عن تقديم الخدمات الصحيه المجانيه، هناك ايضا عزوف من قبل العديد من الخدمات التي كانت الدوله التزمت قانونا ودستورا بانها توفرها بالمجان مثل التعليم، مثل الصحه، مثل الطرقات، اصبح هناك الان مواطن يضطر لبناء طرقه بنفسه وبمبادرات مجتمعيه، اصبح المواطن يضطر للذهاب الى المشافي الخاصه للحصول على الرعايه الصحيه وبمبالغ باهظه، اصبح المواطن يضطر الى الدراسه في مدارس خاصه وفي جامعات حكوميه وهي التزامات كان يجب على الدوله ان توفرها كونها ملتزمه فيها اساسا وهي خدمات بسيطه لا تكلف الدوله الكثير ولكن المواطن لا يستطيع تحمل كل تلك النفقات لقاء هذه الخدمات الصحيه التي يتلقاها من قبل مستشفيات خاصه او جامعات خاصه وتعليم خاص او انه يكون ضحيه للصحه المنهاره والمستشفيات المنهاره أو ضحية للتعليم الفاشل الذي تقدمه مدارس وجامعات حكومية أصبحت تعاني الأمرين ويعاني مدرسيها وكوادرها وأطباؤها من انعدام الرواتب وانعدام الميزانية التشغيلية لهذه المؤسسات وبالتالي نعم. فإن الدولة لم تقتصر يعني لم يقتصر تخليها عن واجبها بعدم دفع الضمانة الاجتماعية وإنما عدم تقديم كافة سبل الحياة الكريمة التي كانت تلتزم بها دستورا وقانونا ولم توفر الخدمات الأساسية والبسيطة وبالتالي أصبح المواطن اليوم يعيش على نفقته الخاصة لا. ويعيش على آخر حرف الحياة وعلى نفقة أيضا الإغاثات والتبرعات والصدقات لا. وهذا ما يهين كرامة المواطن اليمني عزيز النفس والمواطن الذي يفتخر بكرامته والمشهور بشهامته وإهانة العزيز يعني يعتبر أمر مذل ومهين تتحمل مسؤوليته الحكومة اليمنية وأيضا نعم. يتحمل مسؤوليته بالمقام الأول الانقلاب الذي أدى إلى تفاقم هذه الأوضاع نعم سيد عمر هل من حلول بديلة أو حتى مقترحات يمكن هذه الأسر عملها لتخفيف الضرر الواقع عليها؟ في الواقع الضرر الواقع على الأسر ضرر كبير ضرر من حيث انعدام آه سبل الحياه الكريمه ضرر من انعدام ابسط الخدمات آه ماذا لدى المواطن لكي آه يتوجه اليه عندما نقول انه عليه التوجه الى السلطات هناك مصاعب عديده هناك ايضا قضاء يعاني هناك ايضا مؤسسة اداريه آه تم الاساءه اليها بالمحاصصه تم الاساءه اليها باخراجها عن 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 واجبها وعن هدفها اصبحت الان تشكل آه تقاسم للسلطه من قبل عصابات تسمى احزاب لا. هناك عدم التفات اداري تجاه المسؤوليات الملقيه على واجب على الدوله وبالتالي الى من يلجأ المواطن؟ يلجأ المواطن بالتالي الى المبادرات الخيريه، يلجأ الى المؤسسه التطوعيه والاغاثه ويزدحمون على طوابير الاغاثه والمؤسسة التي توزع السير الغذائيه البسيطه التي لا تحتوي الا على القمح والزيت والسكر وبالتالي فان المواطن خيارته محدوده وضيقه جدا وماذا عسانا ان نقدم من من نصائح؟ نحن نرجو ونأمل من النخب الحية، من الشخصيات المؤثرة، من الدبلوماسيين، من أعضاء مجلس النواب، من الوزراء المحترمين، من رئيس الحكومة، أن يلتفتوا إلى هذا الجانب. نأمل ونناشد ونطالب أن يتم تفعيل هذه الخدمات، يجب تفعيل خدمات الضمان الاجتماعي وإعادتها حتى يستفيد منها المواطن البسيط الذي يجد في هذه الضمانات. والتي تعتبر بسيطة جدا ولكن يجد فيها أملا في الحياة وبالتالي المواطن البسيط خيارته محدودة والواجب هو واجب أساسي على الدولة وعلى أشخاصها وواجب على النخب وواجب على المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وواجب على الأحزاب يجب على حزب أن ترتقي بدورها لأنها تمثل المواطن ولا تستدعيه إلا عند الانتخابات وبالتالي عندما يمر المواطن بحالة صعبة فإن, فان هذا المواطن شكرا. لا يعنيها وعندما تحتاج صوته في الانتخابات فانه الاساس وهو المواطن وهو صاحب الحق في القرار وهو وهو كل شيء نعم. وهناك تعسف وهناك انعدام في ميزان العداله لدى جميع الجهات المسؤوله عن هذا المواطن وبالتالي على الجميع تقييم واعاده النظر في سلوكه وفي واجباته وفي ما يقدمه للناس هناك مسؤولية أخلاقية وهناك مسؤولية قانونية بالمقام الأول يجب على الجميع إعادة النظر فيها لا. المواطن البسيط لا يريد سوى العيش العيش بكرامه والكرامه بالنسبه اليه هو لقمه العيش، يريد شكرا فقط لقمه خبز ويريد شربه ماء ويعيش في بيته ينتظر انفراج هذه الازمه وهو ما لا تستطيع الحكومه اليمنيه توفيره له وهذا مهين ومهين جدا، نسمع عن مئات المليارات من المساعدات تقدم للحكومه اليمنيه، نسمع عن الكثير من الموازنات من ميزانية المبالغ التي تقدم لتسليح الجيش اليمني، بينما لا يتم تقدم على الواقع ولا يتم تغيير الواقع العسكري ولا يتم الاستفاده من هذه المبالغ المهوله التي تعتبر ديون على اليمن سوف تدفعها الأجيال القادمة نعم نحن نحزن ونتألم لما نعم يحدث في المواطن اليمني البسيط الذي يعاني الأمرين ولا يجد أن هناك من يهتم لأمره ومن يستشعر ان هناك مواطن لديه مسؤولين شكراً ووزراء يمرون فقط بمواكبهم الفخمه نعم ومرافقيهم واسلحتهم ويوجهون اليه كل انواع الإساءات ولا يقدمون له ابسط حق وهو نعم. الخبز نكتفي بهذا القدر المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري كنت معي من مدينه تعز شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أسرة بسام سعيد ثابت تم الرصد في أمان الله